بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، موقع نسيم الشام يقدم جولة في الميراث العلمي للإمام الشهيد البوطي. نال الإمام الشهيد ما تمناه من شرف الشهادة في 21 من شهر آذار للعام 2013، مخلفا وراءه ميراثا ضخما من العلم والفكر الوسطي الذي سيبقى ذخرا للأمة الإسلامية وشاهدا له إلى يوم القيامة. ونبدأ بخطب الجمعة، حيث بدأ بالخطابة منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي في مسجد والده، ومع بداية العام 2008 أصبح خطيبا لجامع بني أمية الكبير. بلغ عدد المتوفر من خطبه أكثر من 1500 خطبة، نشر الكثير منها على موقع نسيم الشام وما زالت تنشر تباعا. أرجوكم قولوا لإخواننا، قولوا لجماعة المنابر، لا نريد في هذا المنعطف الخطير أن نفقد أي من هذين الجناحين. الوعي الذي هو أول ما يربى المسلم عليه في الإسلام لازم نتمتع فيه إلى أعلى الدرجات، وإذا كان في عصر من العصور يعني بيكفي الواحد تكون عنده 150% من الوعي، هلا ما بيكفي، بده 100% وعي، عارف عدوك شو عم يساوي. الدروس العلمية والتربوية المتلفزة، دراسات قرآنية، وقد استمر في إلقائها مدة ربع قرن تقريبا. هذا هو الجهاد. الجديد في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. مشاهد وعبر من القرآن والسنة. الإسلام في ميزان العلم. القرآن والحياة، دروس إذاعية مع البوطي في قضايا الساعة، وكانت الحلقة الأخيرة يوم استشهاده، دورة مختصرة في العقيدة الإسلامية سجلت في فرنسا. العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر مع البوطي في حياته وفكره. الدروس العلمية والتربوية المسجدية، شرح رياض الصالحين، عدد دروسه 1000 درس ودرس. شرح كتاب 40 النووية. شرح كتاب الأشباه والنظائر. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. تابع دروس والده بعد وفاته فبدأ بكتاب الموطأ ثم أوقفه وارتأى أن يعود إلى طابع التزكية. المرأة في الإسلام، ولا يكاد يخلو يوم في حياته من محاضرة أو درس، وقد قال متحدثا عن منهجه في هذه الدروس: نعم، وأنا دائما أقول نحارب دسائس الماكرين بشيء واحد، الوعي، الوعي الديني. لا راح نحاربهم بالتطرف، ولا راح نحاربهم بالإرهاب هذا اللي بيقولوا عنه، وإنما نحارب الدجالين بمصباح الوعي، نكشفهم. نعم، فنحن بدنا أنه نحن بلدتنا تمتاز ولله الحمد عن كثير من بلاد الإسلامية بالوعي الإسلامي، لذلك الدسائس لا بتفرخ في كثير من الجهات، لكن عندهم منا ولله الحمد يبدو أنها لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. شرح الحكم العطائية، فقه السيرة النبوية،
علوم القرآن الكريم. كبرى اليقينيات الكونية. تاريخ التشريع الإسلامي. يغالطونك إذ يقولون. الحب في القرآن. من سنن الله في عباده. لا يأتيه الباطل. وقد قام بتفسير جزء كبير من كتاب الله عز وجل من سورة الرعد إلى الطلاق في مسجد والده. وفي عام 2009 بدأ بتفسير كتاب الله عز وجل من بدايته، وانتهت هذه السلسلة باستشهاده في الدرس 200. بلغ عدد الدروس أكثر من 5000 ساعة صوتية ومرئية. دورات العلمية. درس أصحابه المفروض يحملوا كتبهم معهم ويدرسوه إلى آخره، وربما يعني طورنا الموضوع أخيرا، يعني كان هنالك شيء نوع من الامتحان، نوع من المذاكرة، ويعطى الطالب الذي استفاد من هذه الدروس إجازة. وسعيا لتنفيذ هذه الرغبة ولاستمرار التواصل بينه وبين أحبابه، قام الموقع بإحداث قسم الدورات العلمية يخضع من خلاله الراغبون بدراسة بعض كتبه لامتحان ينال الناجح به إجازة. الفتاوى. وقد لعب قسم الفتاوى في موقع نسيم الشام دورا بارزا في التواصل بين الناس والإمام الشهيد، ما بين استشارات خاصة وفتاوى فقهية وعلمية، وقد تجاوز عددها ما بين عام وخاص 2000 فتوى. وقد تم إصدار الفتاوى العامة بكتاب إلكتروني مجاني. وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية قمنا بنشره على الموقع، وذلك تحقيقا لرغبته. وقد راجعه بنفسه قبيل استشهاده، وقام بتقسيمه حسب الأبواب الفقهية، لكن بطريقة تتناسب وتنوع الاستفتاءات التي يحويها الكتاب. فيه معالجة لإشكالات في العقيدة والعبادات والمعاملات والمشكلات المعاصرة لا يستغني عنه طالب العلم المتخصص. تسمح إدارة الموقع بطباعته وتوزيعه لوجه الله تعالى المقالات والأبحاث. هناك المئات من الأبحاث والمقالات عالج فيها الإمام الشهيد الكثير من القضايا والمشكلات التي عانت منها الأمة الإسلامية على مدى 7 عقود، منها ما سبق نشره في بعض مؤلفاته أو في الصحف العالمية، ومنها ما ينشر لأول مرة. المؤلفات. تجاوزت مؤلفاته 50 مؤلفة في شتى العلوم والمجالات، وأبرزها فقه السيرة النبوية، كبرى اليقينيات الكونية، الحكم العطائية شرح وتحليل، الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، قضايا ساخنة، البدايات باكورة أعماله الفكرية، مدخل إلى فهم الجذور، يغالطونك إذ يقولون يكشف عن مغالطات خطيرة، هذا والدي القصة الكاملة لحياة الشيخ ملا رمضان البوطي، شخصيات استوقفتني، ممو زين قصة حب نبت في الأرض وأينع في السماء، الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان، لا يأتيه الباطل كشف لأباطيل تختلق وتلصق بكتاب الله، في الحديث الشريف والبلاغة النبوية، من سنن الله في عباده، نقض أوهام المادية الجدلية، من الفكر والقلب
فصول في العلوم والنقد والاجتماع، الظلاميون والنورانيون، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، السلفية مرحلة زمنية مباركة وليست مذهبا إسلاميا، خاطب من خلالها جميع شرائح المجتمع وفئاته، حلقات مرئية تلخص جوانب من ميراثه. تفتح بابا ثم تدخل في منحدر لا تملكون الوقوف فيه. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وثائقي لخص موقف العلامة البوطي من الأزمة السورية. نحن الآن نرى شيء غريب وعجيب أيها الإخوة، عصر المونتاج وعصر الغرف السوداء، صور غريبة وعجيبة جدا جدا. سلسلة فتبينوا، سبع حلقات تضع النقاط على الحروف بالنسبة لأخبار تناقلتها القنوات والمواقع دون تحر. يقولون فلقد سترتها عليك في دار الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لماذا لا نتخل؟ منهج الدعوة إلى الله عند العلامة الشهيد، أسس مهمة في الدعوة إلى الله. يا سميري في موحشات الليالي، ورفيقي في رحلتي واغترابي، جنتي. نفحات رمضانية، مقتطفات من دروس الإمام الشهيد، تتضمن توجيهات ونصائح كانت مناسبتها قدوم شهر رمضان المبارك. اختم لهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا. أنت راضي عنا. فرج اللهم عن عبادك فرجا قريبا 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 يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. أدعية رمضانية، وتتضمن 30 دعاء ختم بها دروسه خلال أشهر رمضان المبارك. التحلي بمظاهر الإسلام سهل، لكن التخلي عن الأشياء والشوائب الباطنية صعب. في سبيل التزكية، سلسلة تتضمن لمحات ونصائح تتعلق بتزكية النفس، اختيرت من دروسه في التزكية والسلوك، نشر منها حوالي 50 حلقة وقد يتجاوز عدد حلقاتها 200. وهناك الكثير من الخطب والدروس والمقالات والأبحاث والمحاضرات التي لم تنشر بعد وينشرها الموقع تباعا. ولهذا الغرض تم إنشاء العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الصفحة الرسمية للدكتور البوطي على فيسبوك، صفحة الدكتور البوطي باللغة الإنجليزية، صفحة الدكتور البوطي باللغة الفرنسية، صفحة موقع نسيم الشام على فيسبوك، قناة الإمام الشهيد البوطي على اليوتيوب، حساب الإمام الشهيد البوطي على تويتر، تطبيق يتضمن جميع أعمال الإمام الشهيد البوطي على أجهزة أندرويد. موقع نسيم الشام هو المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالميراث العلمي الذي تركه الإمام الشهيد. إنسان ختم له بهذا الشكل العجيب وهو يقرأ القرآن، جاء ملك الموت فنقله إلى رحاب الله، هل يجوز لمسلم يخاف الله أن يقول هذا الكلام في حقه؟ صدق الله إذ قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.